تعبير وسائل الإخصاب المساعدة. يعني إيه وسائل الإخصاب المساعدة؟ هي وسائل تساعد العيان على حدوث حملة. قابلية بطانة رحم لاستقبال الجنين. والدة سليمة وحيوانه سليم بإذن الله، جنين سليم. الجنين بتاع أطفال نبيب ده أفضل جنين خلقه ربنا على وجه الأرض. من الحقن المجهري بنستطيع تفسير ما هو خافي علينا، إزاي المريض يبقى عنده وعي كامل بإن أنا محتاج الوسيلة دي ودي اللي تنفع معي. الدكتور عبد المعطي السمنودي، استشاري الحقن المجهري وعلاج العقم والمناظير، ماجستير الحقن المجهري جامعة باليرمو إيطاليا، عضو جمعية الشرق الأوسط للخصوبة، عضو الجمعية الأوروبية للتكاثر، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة، مدير مركز قرة العين للخصوبة. أهلا بكم. الحقيقة عملية الخلفة، إنسان يحصل على بيبي مش عملية سهلة، عملية صعبة جدا عشان عارفين. وطبعا احنا عندنا برضو فكر كده، ليه يا عم ما الناس كلها البنت دي ما خلفتش، ليه ما كل الناس بتخلف، اشمعنى يعني دي بتخلفش؟ ما في ناس كده كلامها طوب، تلاقي البنت تأخرت في الخلفة، اتجوزت، بيسألوا أهل زوجها، أهلها هي بيسألوا، مش ايه، مفيش حاجه جايه في السكه، مفيش حاجه نفرح بيكي. تبص تلاقي الولد والبنت من كتر الضغط العصب عليه راح الولد قال لك هطلق البنت. قلبت القصه بقى من تاخر انجاب الى فشل حياه زوجيه بسبب بعض التدخلات او عدم فهم الطبيعه المرضيه لهذه الحاله. حقيقه ضيف العزيز اكيد لن افوت ان اتحدث معه عن هذا الامر من الناحيه الاجتماعيه وعن اكيد تجاربه، خصوصا انه واحد صاحب تاريخ عريض جدا من التعامل في هذا المجال، ويمتلك اكيد الاف الحكايات والاف القصص المرتبطه بتاخر الانجاب. القيمه العلميه المتميزه والحضور الرائع وكاريزما يعني ولا اجمل، طبعا الاستاذ الدكتور عبد المعطي السمنودي ضيف العزيز في الناس الحلوه. اهلا بك. اهلا بك يا دكتور ايمن. اهلا بك واهلا بالساده المشاهدين، وتحيه ليك وليهم جميعا. ربنا يخليك. قبل ما ادخل في حوارنا النهارده، وحوار ممتع جدا، هل يمثل الضغط على الزوجين احيانا عبء ثقيل جدا يؤدي الى كوارث؟ عبء رهيب. خصوصا عندكم عبء رهيب. ده في الفلاحين ده ملهاش حل. ده في الفلاحين ده ملهاش، ده بعد 3 اشهر يا لهوي. بعد 3 اشهر ضغط غير طبيعي. في حته مهمه قوي من ناحيه الضغط ده بقى، من ناحيه الضغط النفسي والتغير الهرموني، سواء في سبب او مفيش سبب، يعني مجرد الضغط النفسي بس ممكن ياخر الحمل لوحده، يزود فكره عقم مجهول السبب، يزوده، لانك ضاغط عامل خلل في الهرمونات. التوازن في الهرمونات ده شيء اساسي. الاسترس او الضغط النفسي عند المريضه او عند الزوج او عند الزوجه مغير تماما لكل هرموناتها. البرولاكتين بيزيد بالاسترس، التي اس اتش بيزيد بالاسترس، يعني كل الهرمونات بتختل بالاسترس. لو جيت اي خلل هرموني هتلاقي واحد استرس، ضغط نفسي. لا طب ما الضغط النفسي ده يا جماعه هو سبب المشكله. الغده النخاميه اساسا، ما دي هرمونات الغده النخاميه مرتبطه جدا بالفص الامامي والاسترس. ده في حاله اسمها انوركسيا نرفوزا، التوتر العنيف جدا يوقف هرمونات الغده النخاميه. تمام. حاجه مهمه عايز اتكلم في النقطه دي. يجي لك العيان او بعض الزملاء، تيجي لك واحده متزوجه وراجل وجوزها وما عملوش فحص اطلاقا قبل الزواج. انا نفسي اتكلم في النقطه دي، مهمه قوي. ما عملوش فحص اطلاقا قبل الزواج، لا هو حلل ولا فحص نفسه هرمونيا، ولا هي فحصت نفسها هرمونيا، ولا كشفت سونار، ولا تعرف هي بتخلف ولا لا، ولا هو بيخلف ولا لا. انا بنصح اي زوجين دوره منتظمه وكل شيء طبيعي ماشي، مش مهم الفحص قوي قبل الزواج. زوج ما حللش ما يروحش يكشف على مراته اطلاقا قبل ما يحلل الاول، لازم بعد. انا بنصح الزوجين اللي ما عملوش فحص قبل الزواج 3 اشهر كفايه عليهم قوي بعد الزواج، وما عملوش فحص نفسهم. الكلمه السائده حكايه عودوا سنه وتعالوا، عودوا سنه وتعالوا، يعني انا اسيب واحده سيد دورتها مختله بتيجي كل شهرين ثلاثه، ولا واحد ما حللش خالص واقول له اقعد سنه؟ طب افرض عنده مشكله اسيبه سنه ليه؟ انا بعد 3 اشهر كفايه عليه قوي، يستمتع بالزواج خلاص، يروح يحلل وهي تروح تفحص نفسها. في عندهم مشاكل اهلا وسهلا عليك، مفيش عندهم مشاكل يستنوا السنه. وخصوصا عندما يتقدم السن.
عصوص خصوصا مع والله حتى وسنه صغير. 40% من الازواج عندهم مشاكل في الخلفيه. 40% يا باشا. 40% نسبه مش قليله. ده من كل 10 4. يعني لو 10 4 ما بيخلفوش ده كتير جدا. يعني متوقع جدا ان كل زوجين 10 متجوزين 4 ما بيخلفوش. انا هسيب افحص نفسي. وفي بقى الستات برضو كذلك. 40% برضو ستات. يعني على الاقل نفحص نفسنا بدري مش نستنى. النهارده عنوان حلقتنا حكاوي. حكاوي ايه حكايات؟ عندنا الحقن المجهري وعندنا الرحم. ليه انا حاسس ان الرحم مهمل في المعادله دي؟ الرحم هو صحيح البيت اللي هيستقبل نتيجه الحقن المجهري، نتيجه تكوين جنين، بس انا حاسس انه ما بيقدرش. وكثير من الحالات نفاجئ انها ما نجحتش لعدم زي ما بيقولوا التعامل مع الرحم بحاله من الحب والاحترام. انا كلامي فلسفي شويه. لا ده كلام في منتهى الجمال والروعه. شوف حضرتك معايا، اللي مش مهتم بالرحم ده انا اراهن لو عنده نسبه تتعدى 20-25%. اللي ما بيهتمش بالرحم ويعمل منظار رحمي قبل كل عمليه، قبل عمليه الحقن المجهري، انا واثق ثقه عمياء انه اللي يتعدى نتائجه 20-25%، ويبقى ربنا جبره كمان. يعني كده ربنا مديله كتير، المفروض يقل النتائج عن كده. تتخيل يا ايمن بيه ان 40% على الاقل من اللي بنعمل لهم منظار رحمي عندهم مشاكل جوه الرحم. انا بعمله روتيني زي الكشف، بعمله روتيني كل محاوله، بلاقي 40% من الستات عندهم مشكله، عندهم زائده لحميه، عندهم ورم ليفي صغير في تحت بطنه الرحم، ورم ليفي كبير ضغط على بطنه الرحم وعوجها ما تنفعش، عندهم حاجز رحمي، عندهم تيوبلر الكافيتي ضيق، عندهم حرف تي رحم، يعني في حاجات كتيره جدا، عندهم يونيكورنيت. يعني تتخيل اما يجيني واحده ست عملت 6 مرات حقن مجهري، اقسم بالله دي حصلت. انا قلت اكيد عندك ست دي من دمياط، حكاوي من دمياط، من دمياط. 6 مرات حقن مجهري فيلد، فشل عند مراكز ترفع لها القبعه في مصر. يعني مراكز محترمه، اساتذتنا واجلنا واجلاء جدا بالنسبه لنا. وبص على الرحم الاقي انه يترس وقد كده، رحم نصف رحم وقد كده. انا هنشوف العمليه النهارده. نصف رحم وقد كده لا يمكن يشيل حمل امامي يا سيدي. واقسم بالله مجرد ما عملت لها توسيع للرحم حملت وجابت بنت في اول محاوله. يبقى اذا لازم، انا بقول الكلمتين دول يا دكتور ايمن، لازم نحترم الهيستروسكوب جدا، ولازم نحترم المنظار الرحمي. المنظار الرحمي لازم نحترمه جدا، ولازم نحترم ان توسيع الرحم ده والرحم الضيق غير كفء اطلاقا. وخلي بالك دكتور ايمن، كنت ناوي على ايه معاها؟ ناوي ان اعمل لها زفت، يعني اعتبرني ما بتحملش. يبقى الزفت هو اختصار الزيجوماتيك اللي هو زرع عن طريق الانابيب. زرع عن طريق الانابيب. بنزرع عن طريق الانبوبتين. وجايه بقى انا باهلها لهذا، وانا بعمل السيستوكوب لقيتها يونيكورنت. يعني رحم نصف رحم. قلت لها لا ولا زفت ولا حاجه، ده انت عايز الرحم يتوسع بس وتبقى طبيعيه. وعملنا لها وربنا كرمها ببنت. ما شاء الله. يعلم الله. طيب انا عايز اقول انه في ناس كتير ما تعرفش اشكال الرحم المختلفه. ايوه. عايزين نقف قدام الحته دي ونشرحها للناس. هنتكلم النهارده يا دكتور ايمن على الاشكال الغير طبيعيه الخلقيه في الرحم. كلنا نسمع دكتور ايمن عن عنق الرحم، رحمين، مهبلي. يعني في ستات مقسومه 2 مهبل وفينهم حاجز، 2 عنق رحم وبينهم حاجز، 2 رحم. يعني الحاجز ماسك من عند النص المهبل لغايه تلتين المهبل كده من تحت لغايه قمه الرحم. طول عمرنا اتعودنا ودرسنا في الكتب على ان احنا بنشيل الحاجز المهبلي ونسيب الرحمين ونقول لها انت ونصيبك عيش حياتك. لا، هذا الكلام مش بنقوله في الالفيه الثالثه. يعني الكلام ده اتلغى تماما من الطب، وان احنا بنصلح هذا الرحم ونخليه رحم واحد ومهبل واحد وعنق رحم واحد. دي احنا عمليه، يعني بص معايا كده يا دكتور ايمن عليها. ادي يعني عنقين رحم، بس الفيديو متاخر شويه. لو نبداه من الاول افضل، لان هو فيه نبداه من الاول شويه. ايوه عنق الرحم، شايف الفتحتين بتوع الرحم؟ ايوه فتحتين عنق الرحم واضحه خالص. باينين جدا. هنشوف دلوقتي فتحه وفتحه.
فتحت. احنا شلنا المهبل طبعا ما جبناهوش في الصوره عشان الشكل العام. شلنا صوره المهبل دي ودلوقتي مدخلين عشان نشوف الفتحه الرحم اليمين والرحم الشمال. هذا الرحم اليمين وهنطلع تاني نخش من الفتحه التانيه عشان نشوف الرحم الشمال. هذا الرحم الشمال. ايه اللي هنعمله دكتور ايمن هنا؟ هنيجي على بين الفتحتين دول الحته اللي اللحمه بينهم دي تتقطع لغايه فوق لغايه الفندس لغايه اخر حته في الرحم. هبدا اسلك انا بقصها الوقت اهو ده بالمنظار الرحم. دقيقه واحده بس وهتشوف الرحمين اتفتحوا على بعض وبقى رحم واحد. يعني نص دقيقه كمان يعني الوقت انا فاتحه على اليمين هي شايفها لسه. أيوة. من الجنب ده. أيوة. والفتحه الثانيه على الجهه الشمال. بقطع اللي بنتهم بالظبط. كان زمان يا دكتور ايمن دي انا هقول لك قصه البنت دي. البنت دي جات لي يعني عن طريق يعني اكتر من 10 اساتذه او 10 دكاتره شافوها قالوا لها ما لكش حل دي ما بتتعملش. واحنا انت شغال في المهنه دي بقالك سنوات طويله مش هتشوف العمليه دي. مش هتشوف عمليه الرحمين يتفتحوا على رحم واحد دي فيرست تايم. يعني دي عايزه دقه شديده لان احنا بنتكلم في نسيج اساسا سوفت جدا تخرم بالظبط. هنا لازم ده دايما كانوا يقول لك حساسيه اتعامل مفلطة. اتعامل مع النسيج ده انت مش هتحس بحاجه. ده عامل زي بالظبط غزل البنات كانك بتحط ايدك في غزل البنات. انا في الفتحه الثانيه دلوقتي بفصل الاثنين وهتلاقي في النهايه بقى رحم واحد. ال- 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 الاخت دي بعتها لاحد الزملاء بعد الفيديو بعد ما شاف الفيديو احد اساتذه الكبار يعني اساتذتنا احنا والله بنفس اللفظ كده لا من المعلم اللي عامل لك العمليه دي. هي عايزه هدوء اعصاب شديد وعايزه منظار. هو المنظار رائع هاي ديفينيشن شايف كل حاجه فماشي انت ورا المنظار. شوف حضرتك بقى الرحم دلوقتي بقى رحم واحد. ادي قناه فلو في ناحيه وادي قناه فلو في ناحيه. الكنة في ناحيه. الست دي حملت الحمد لله وجابت توأم في اول برجنسي يعني جابت عيلا في اول. فدي ادي حاجه كانت ما عندنا في الطب زمان مجهوله هنقولها ما لهاش حل. طب انا عايز اقف عند الرحمين المنفصلين شويه. رحمين منفصلين اي حد طيب هيقول لك ايه دلوقتي انت عندك رحمين منفصلين. ليه تقول لي ان هو يقلل من فرص نجاح الحالة ده تحمل في الاثنين ده بدل الشقه شقتين. في نسبه بتحمل لوحدها. فعلا في نسبه بتحمل لوحدها بس لما يكون الرحم كابيشس واسع. يعني في واحد عندها رحمين بس كل نص رحم كبير واسع. انا مولد ناس كتير جدا عندهم رحمين. بس لما يكون جاي لي واحده 6 سنين 7 سنين انفرتيليتي تاخر انجاب ما اقعدش اقول بقى تحمل وحدك. ده سبب في عائق واضح اهو. دي عائق واضح. ده فيديو اخر رحمين متصلين ببعض ولكن بفتحه واحده بس. يعني نفسي يبداوا الفيديو من الاول. حد يا عم الفيديو من اوله لان انا عايز اشوف اول لقطه لان اول لقطه دي فتحه واحده. فتحه واحده ده عنق رحم واحد اهو. ايوه. طب فين الرحم الثاني؟ هنشوف نخش جوه بقى نلاقي نص رحم. طب النص الثاني فين؟ فين بقى؟ دي فيرست تايم تعمل في العالم على فكره. ما اتكونش؟ نون كوميونيكيتنج هورن. وشوفها بقى تبقى فتحت على بعضها. يعني في هورن ثاني مش واصل في قرن اخر. مش واصل على التجويف ده. فانا بفتحهم على بعض ويبقوا كلهم بقى رحم واحد بفتحه واحده. الله حلو. مش فتحتين من تحت. عزيز. شوف انا دلوقتي بدخل بفتح الجدار الشمال للنص رحم الناحيه دي لحد ما ادخل على الاوضه الثانيه. هو في خطر واحد بس ان انا وانا بدخل دلوقتي مين قال لي ان انا داخل على الرحم الثاني؟ يعني دلوقتي وانا داخل دلوقتي مين قال لي داخل على الرحم الثاني؟ بجاز داخل في البريتون في الجهاز البريتون. داخل في اي حته داخل في حته ثانيه. ده ممكن اعمل مشاكل في الدنيا. لازم اكون شور هو ده السبب. شوف انا دخلت الرحم الثاني دلوقتي. دخلت التجويف الثاني اهو. شوف حضرتك معايا التجويف الثاني بتاع الرحم اهو وبقى رحم واحد. طب في حاجه مهمه في الحته دي يا دكتور ايمن. لو تلاحظ ان فتحت الرحم ما فيش فيه دم جه منه. خالص. ده معناه ايه؟ النون فانكشنج يعني مش شغال. طب لا طب انا ما استفدتش حاجه كده. انا الوقت في الحاله دي ما استفدتش حاجه خالص بالعمليه. كبرت حجم الرحم نص فانكشن نص شغال ونص مش شغال. طب اعمل ايه في الحاله دي؟ يعني اذا الحاله دي اتعمل فيها اتعمل لها جلسه ثانيه عباره عن ايه؟ حاجه اسمها النص اللي مش شغال ده حاجه اسمها اندوميترال ابليجن. شلنا البطانه القديمه دي كلها.
كحتناها مش كحتناها ابليجن شلناها هي باللغه ابليجن معناها كحتناها يعني شلنا الليرز دي شلنا ويحصل ايه بقى بعد كده تتكون يحصل كريبين يعني يسحب من الاندوميتريوم ده على ده بعد شهرين شفتها طول ايام كانها رحم خلق الله مره واحد بس كله متساوي كله تساوى ببعضه كده و زي ما احنا بنقول بقى في الاحياء الشعبيه لك ميه واحده بقت ميه واحده كله اتغطت انت عارف عامل زي ايه يعني انا فتحت جرح كده وسابه مفتوح كده طب مش بيحصل له كريمنج على بعض هو ده الجلد الميكوزه بقى البطانه بتاعه الرحم في النمو اسرع مثلا 6-7 مرات من الجلد نفسه يعني لو دي هتطب في بطانه الرحم اسرع من الجلد اسرع بكتير كميوكس ممبرين طبعا يعني انت عارف اي غشاء مخاطي بيبقى سريع جدا في النمو خلايا اسرع في الالتهاب حلو قوي طيب. العمليه دي انا واثق انها فلسطينها انا اول مره اشوف النوعيات دي من العمليات اول مره انا بعتها من مجله عالميه واتسجلت باسمها اتسجلت باسمي يعني ما شاء الله لسه جديده يعني طيب عايز اروح لرحم تاني اللي هو انت قلته المره اللي فاتت في الحلقه اللي فاتت التيوبولر اللي هو الاسطواني ده هيبان دلوقتي عامل ايه بقى ايه حكايه الاسطواني ده او التي شيبت بيبقى تجويفه ضيق جدا هنشوفه دلوقتي تجويفه ضيق عامل كده ده ما يشيلش حمل اذا ما وسعش بقى اوفال كده مش هيشيلها يبقى لازم اوسعه الاول الفيديو اللي جاي ده دي مش تبعنا دي الصوره بتورينا برضو ايه امبرو ترانسفير ده امبرو لا خلي ده هم بقى ده يعني قال لك ده شبه التي يلا نطلع هو ده امبرو ترانسفير مش تي شيب لا احنا عايزين صوره التي شيب والتيوبلر كافيتي اللي هو دي اشعه بالاشعه ولا كانت ايه لا صوره بس انا مصورها كده انا الفيديو مصور ده التي شيب وده اشعه دي اشعه دي اسمها اكس راي عادي خالص اشعه بالصبغه وباينه خالص التي شيب تتخيل بقى ايمن بيه اما يبص عليها الطبيب ويقول لي الرحم سليم والانابيب مفتوحه وجبه سبغه يعني هو الفكر شفت التيوبلر كافت عامل ازاي ده عامل ممكن من اول فيلم تاني لو سمحت هات الفيلم من اوله يا باشا عشان انا داخل من السيرفكس حضرتك بص عنق الرحم شوف الكافت عامل ازاي ده تخيل السيرفكس اوسع من التجويف ده تجويف الرحم شوف السيرفكس قدام التجويف انت عارف يا دكتور انا واحنا داخلين هنا في الحته دي لما بدا الفيلم تخيلت ان ده عنق الرحم لا ده بقى الكافيتي من جوه شفت الانبوبه اليمين والانبوبه الشمال شايفها ده ضيق جدا شوف بقى بعد ما يتوسع بقى حجمه قد ايه دبل يعني بعد ما يتوسع بقى حجمه قد شوف انا باخد من اللاترال سايد من الجنب الشمال وافتح فيه فانا فتحت اكتر من سنتي عرض شوف حضرتك الوسع قد ايه اكتر من سنتي من الناحيه دي سنتي ونص سنتي فوق وسنتي تحت يعني 2 سنتي بس ازاي افرق بين انه ده انا خايف مثلا لو هو تيوبلر اخرم ما هو هنا كلامك جميل ما هو ده صح بالظبط ده 100% اعرف ازاي اخرم ازاي لا اعرف اتجنب اقول لحضرتك بقى معايا الناس الرحم الطبيعي سمكه من سنتي لسنتي ونص ده الجدار نفسه الرحم اللي هو طفولي او ضيق بيوصل ل 2 سنتي سمك سمك اساسا سمك جدار عضلي اكبر ولو ما كانش عضلي ما كانش عمل كده الناحيه التانيه بنقطعها نفس الفكره شمال ويمين وفندس وفوق بقى نفتح كمان انا عايز تتخيل شكل المنظر بعد ما اخلص اللي انا بعمله هنا ايه باخد نص سنتي او سنتي الا ربع من الجدار بقى سنتي الا ربع فوق وسنتي الا ربع تحت بقى ده سنتي ونص يبقى انا وسعت سنتي ونص من الناحيه دي وسنتي ونص من الناحيه دي وسنتي ونص من الفندس من فوق من القبه بتاعته هتشوف منظر الرحم في الاخر تحس انه بقى طبيعي 100% الوسيله الوحيده لحدوث الحمل هي في الحاله دي ما هي برضو دي من انا بتكلم على دول ليه يا دكتور ايمن انا بتكلم على حاجات بيغفلها 90% من الشغالين في الحاله المجاري يعني انا الحاجات دي كلها يعني شافت مره واثنين وثلاثه مش يعني مش ما عملتش يعني شفت الفندس هو وسعه قد ايه يا دكتور ايمن ده قبه الرحم شوف اهو بنفتح اهو شوف انت تخيل ما انت شوف التيوب شوف فتحه الانبوبه لغايه فتحه الانبوبه بتوسع تخيل ده بقى موسعه سنت ونص من هنا سنت ونص بقى حجمه قد ايه واعمل ايه بعد ده بقى احطها قسطره وانفخها عشان ما يحصلش لزقه قسطره بتاع قسطره فوليه العاديه وانفخها ب 10 سنت 15 سنت واسيبها كده صلاين 1 مانس على الاقل عشان تحافظ على انه التسع واحد التجويف يفضل ما يلمش تاني ويلتئم ده مهم جدا جدا جدا
بتاخد علاج بعد كده هرموني؟ بتاخد استروجين عشان يزود النمو بتاع هي برضه بنعتمدين هنا على ايه برضه الايمن؟ معتمدين على ان بيحصل يعني ايه نمو للبطانه على الحاجات اللي احنا قطعناها. عظيم. يبقى سؤال مهم. ساعات نتلخبط او اي حد يتلخبط حتى في الرسمه ما بين الحاجز الرحمي وما بين الرحم ذو القرنين. الله ينور، انت جاي حته حساسه بشكل جدا. اولا احنا بنعاني من حاجه واحده بس، ان 99% من اطباء الاشعه ما يعرفوش كلمه حاجز رحمي دي، يعرفوا كلمه الرحم مقسوم اثنين يعني باي كورنيت وخلاص، له قرن هنا وقرن هنا. رحم ذو قرنين. ذو قرنين هو اسمه الكلمة، حتى اسم كلمه مريضه. الكلمه دي كلمه مريضه ايمن بيه. كلمه مريضه بيخلي الطبيب يستقر نفسيا ويرتاح، يقول لك ده ذو قرنين والكتب كاتبه ذو قرنين، ده ملوش حاجه. ما نعملوش حاجه. لكن لو هو كتب بتاع النساء ان ده حاجز سبتم مش هيرتاح الا ماشي. طبعا وسهل. فانت بتاع الاشعه كاتب له ايه؟ ذو قرنين. طب ذو قرنين ازاي؟ شوف في صوره عايز اتخيلها. انا عندي الرحم عامل كده من فوق، ده لا يمكن يكون ذو قرنين، ما دام في حاجه في النص يبقى مش ذو قرنين. ذو قرنين اقوله امتى؟ لما يكون عامل كده. يعني الفندس بتاعه هو اللي ساقط، فبقى هنا ارض وهنا ارض. بالظبط. القبه اللي طالعه نازله من فوق كده. اه لكن لو هو كده من فوق، يعني بالعربي اعمل 3 دي، يعني اشعه ثلاثيه الابعاد. لو لقيت الفندس بتاعي عامل كده من فوق، ده حاجز حتى لو طوله سنتي ولازم ينشيل. لكن لو من فوق لقيته في السريق في الاشعه الثلاثيه الابعاد، في صوره على فكره ده جراماتيك بتورينا اشكال دي مهمه. لا مش قبل الفيلم، قبل الفيلم انا عايز في صوره بورينا اشكال الرحم المختلفه. يبان فيها الفرق لانه حاطين الصوره في الصوره. ايوه بص حضرتك، برافو عليك. اللي فوق خالص ده دبل يوترس. رحمين اللي اتكلمنا فيهم دلوقتي. اه طب اللي على اليمين بقى، ده اللي على اليمين في الدور الثاني ده باي كورنوت. هو ده رحم ذو قرنين. طب اللي جنبه من الناحيه الثانيه اللي جنبه لا في حاجز، في حاجز. واللي تحت في حاجز على الشمال. شوف الثلاثه اللي تحت دول، الاثنين اللي تحت دول حواجز. حواجز الاثنين اللي على الشمال تحت. اللي على الشمال الاولاني ده حاجز كامل لغايه ما نكون رايحين. وده حاجز الثاني سبسبتيت اللي هو نصف حاجز، حاجز نصه كده. كل دول يعني اذا وكلهم بص فوق زي حضرتك قلت القبه فوق مستويه. ايوه انت انت هي فعلا في الصوره دي جميله قوي. الصوره اللي فوق القبه من فوق مستويه والحاجز نازل من وسطها. الوقت حديثا بيتكلموا على ان الباي كورنت اللي هو ذو قرنين بيتعمل له توسيع كمان. يعني الكلام دلوقتي ان عشان تزود فرص الحمل في الحقن المجهري في الباي كورنت لازم توسعه من فوق شويه عشان لان بيبقى مقلل الكافيت شويه. عظيم. الحاجز الرحمي بقى يعني هل هو مشكله؟ ده مشكله جباره. ده من الاسباب الرئيسيه لتاخر الحمل. من الاسباب الرئيسيه لتكرار الاجهاض المتكرر. سبب رئيسي للاجهاض المتكرر. دي كرايم، دي جريمه ان انا اعمل لواحده حقن وعندها حاجز. دي جريمه. هنا دي عمليه برضو. ده حاجز رحمي. شفت شفت نتفرج عليها شويه كده. شوف الليفت كورنر راسها جت فين والعمق بتاعها قد ايه. وانا بقطع دلوقتي في الحاجز اهو. كل ده بقطع، لو انا تخيل القطع ده كله وانا الرحم فوقي هخرمه. انت شوف انا بقطع اكتر من 2 3 سم ولسه ما وصلتش لقيمه الرحم. يعني ده حاجز قاسم الرحم نصين. بص ايمن بيه كده المنظر. جميل رائع وعمليه لطيفه وبيفتح بقى الرحم خلاص. هتشوف شفت الفتحه الثانيه دلوقتي. شفت حيطه في قاسم الاوضه. ايوه هي اوضه مقسومه اثنين. بحيطه. خليها اوضه واسعه. بالظبط. نبدا بقى ده على طول وهي قاعده. ده كلام ده في 1 داي. ده في 5 دقايق. ده في 5 دقايق. ده اقصى عمليه حاجز رحمي 5 دقايق. اقصى عمليه منظار 5 دقايق اقصى عمليه. الاندوميتر ابليجن 10 دقايق. لما بتشيل واحده ست مثلا بطنط الرحم عشان ما تشيلش الرحم عندها نزيف ولا حاجه هم 10 دقايق. استئصال ورم ليفي 5 دقايق 10 دقايق. ليه نغفل تقنيه بهذا الشكل؟ تنورتنا وانستنا. الله يخليك يا باشا. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور عبد المعطي السمنودي كان في الناس الحلوه. خليكم دايما من الناس الحلوه.